السلام عليكم يا شباب، معاكم شهاب او سايركس ليون من قناة سايركس ان بيس. النهاردة هنبتدي سلسلة جديدة تابعة للعبة وور فريم، هنشرح فيها ازاي نلعب بالشخصيات زينا زي المحترفين بالظبط. ده كان برومو بسيط للانترو بتاع سلسلة الشخصيات. معنا أول فريم في السلسلة وهو شخصية كويز. شخصية كويز شخصية من أقوى الشخصيات اللي موجودة في اللعبة، هي مصنفة كسبورت بس هي ممكن تكون دي بي اس قوية جدا، وهتشوفوا في الفيديو ده إزاي هنقدر نوصلها. طيب بالنسبة للوزبة هتكون كالتالي. دي بيلد الوزب، ودي يعتبر من اقوى البيلدات اللي انت ممكن تشوفها على اليوتيوب بشكل عام. البيلد دي 370% سترينث، وده اللي احنا محتاجينه في بيلد الوزب السبورت، لان انت كده بتسبورت التيم بتاعك بهيلث مش طبيعي وفاير ريت مش طبيعي. ازاي هنوضح دلوقتي. بالنسبه للبيلد سترينث 370% كنت حابب ان انا اضيف شيء يعلي الوزب لاقوى شيء ممكن، وهو الام باور. الام باور هو بيزود 50% من السترينت زياده فوق 370%، وبرده في بعض الحاجات هوضح لكم دلوقتي ازاي توصلوا الوزن بتاعتك لاكتر من كده بكتير. هيكون في مود مهم يفضل ان انت تجيبه وتحطه على البرازون، وهو الباور دريم. ده بيديلك 100% تشانس ان انت يجيلك 50% ability strength على الability بتاعتك. بمعنى صح، احنا معانا 50% من البارازون، ومعانا 50% من الامبار، ومعانا ال 370% بتوع الويزب ذات نفسهم، فاحنا كده معانا 470% سترينث على شخصيه الويزب. ال 470% بتاعت الويزب هنضيف عليها شيء تاني بحيث ان احنا نكسر القوانين بتاعت اللعبه، اللي هو المود اللي اسمه انرجي كونفرزيشن. المود ده مكتوب عليه ان انت مجرد ما بتاخد انرجي من على الارض بيبقى معاك 50% سترينث. وبكده نكون وصلنا بالانرجي كونفرزيشن والمود اللي هو بتاع البارازون والامباور لاكثر من 500% سترينث. 470 زائد 50 من الانرجي كونفرزيشن. طريقه اللعب بالنسبه هتبقى كالتالي. الاول قبل ما ناخد الانرجي احنا عايزين نفعل الامباور بتاعتنا اللي هي 50% سترينث، ونعدي من على انرجي كده احنا معانا 100% سترينث زائد ال 370 اللي هم موجودين اصلا في الكاركتر. هننزل مثلا نخش ليفل 185، هننزل احنا كده معانا 100% و 370. يفضل نقتل وحش او مش نقتله، احنا نضربه بس يا شباب لغايه ما يوصل للمرحله. اللي هو نعمل له الميرسي بي. ليه بقى؟ عشان بالطريقه دي هيكون معانا 2 باف او 3 باف تحديدا. سوري، الباف الاولاني هيكون الايم باور 50%، الباف الثاني هيكون بتاع الانرجي كونفرزيشن 50%، والباف الثالث بتاع الميرسي كيل اللي هي موجوده في البارازون وهي 50%، يبقى 150 زائد 370. طيب احنا عايزين نطول الموضوع اكتر، هنزود الجروينج باور 25% ونروح عاملين كاست للابيليتي بتاعتنا. لو تلاحظوا يا شباب احنا معانا 163 60% هيلث زياده فوق الهيلث بتاعتنا. ده الباف الماكس باف بتاع الهيلث. وفي تجارب اخرى ممكن اوريها لكم هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، وصلت ان انا ازود الهيلث اكتر من كده مع تيم مختلف. دلوقتي هنجرب الابيليتي الثانيه بتاعت الوزب السبورت اللي الناس كلها بتحتاجها اللي هي الفاير ريت. هنضرب الباف بتاعتنا اللي هي الامباور،
هناخد انرجي كده احنا معانا 100%. اظن وضحت ازاي. هنضرب البفر بتاعت البارازون وكده احنا معانا 150%. هناخد ال 25% بتاعت الجروينج باور، يبقوا كده احنا عندنا 150 زائد 25 كده عندنا 175% سترينث غير ال 370 بتاعت الويزن. تمام، هنضرب عشان ناخد الجروينج باور ونكست الابيليتي بتاعت الفاير ريت. ability الفاير ريت، بص ممكن نخلي سرعة الوار توصل لإيه. المفروض ده الوار اللي هو أبطأ سلاح في اللعبة. اوكي ده بالنسبة لبيلد الويزن بتاعت السبورت، بالنسبة لبيلد السبورت بتاعت الويزن. بالنسبة لبيلد الستيل باس قريبة جدا منها، بس احنا هنقص السترينث شوية بحيث ان احنا نحط حاجات تخلينا نقعد فترة اطول في الستيل باس. طبعا احنا في البيلد بتاعت الستيل باس هنا هنعتمد على اركين جارديان وعلى اركين انرجايز بحيث ان احنا نقدر يكون معانا انرجي كتير ولما نضرب الارمور بتاعنا يزداد. اوكي احنا هنا هو هنستخدم اكتر ان احنا الباسيف بتاعت الوزن، وطبعا هنضيف عليها الانسنير زي ما ضفنا هناك الامباور هنضيف الانسنير. اشمعنى؟ هوضح لكم دلوقتي. انا هنا بعتمد ان الوزن اوريدي عندها باسيف، فبفضل انط لفوق فما بضربش، فانا كده مش هتضرب، انا بجمع الوحوش كلها في مكان واحد وبنط، فالوحوش ما تعرفش تضربني فاضربها انا وانا طاير في الجو. هي دي طريق اللعب في الستيل باس لغايه ليفل 9999. دي الطريقه الوحيده عشان تعيش بالستيل باس بالوزب في اي ميشن ستيل. بالنسبه للبيلد بتاعت الستيل باس انا هعتمد على سلاح ثروي ميلي ويكون جليف بالنسبه لي. ممكن تستخدم الزوريس، الزوريس على سلاح مش وحش ومناسب جدا في الستيل باس اذا انت عملت له بيلدات كويسه، ولكن انا في الاوبشن بتاعي عشان انا عارف ان جليف فاستخدم الجليف. ممكن تستخدم اي سلاح قوي زي الكوفازار، يعني مثال ممكن اوريها لكم قدام عينيكم. مش لازم تعتمد على الميلي، بس انا بفضل الميلي لان انا بحذف الميلي وانا بنط لفوق فبيديني اوبشن ممتع في الجيم بلاي. طبعا هنا هوت احنا ازاي تلعب ستيل باس بروز. اوكي اول حاجه هتعملها انك انت تنزل الهيلز، تنزل السرعه. وعايز اوضح لكم شيء مهم جدا، طول ما انا ما بنط الوحوش مش شايفاني، ده الباسيف اللي انا بعتمد عليه في الستيل باس. لو انا وقفت اللحظه هيضربوا فيا، لو تلاحظوا بص بيضربوا فيا وانا واقف، طول ما انا بنط ما بيضربوش فيا. فالابيليتي هنستخدمها كالتالي، هنجمع الوحوش في مكانها وممكن ننط ونضربهم بالكوفازر. طب ليه بنط ما هم متجمعين؟ لان الفستيل باس الحقيقي هيكون الوحوش موجوده حواليك في كل حته، فممكن وحش من هنا هوت او من هنا هوت او من اي حته يضرب فيك. فدايما لازم تتنطط طول ما انت واقف بالوزب عشان ما تموتش. الوزب للاسف الارمر بتاعها مش قوي، فانت بتعتمد على النط، النط هم مش بيشوفوك اصلا. اوكي فانت ممكن تنط تضربهم بالكوفا او تستخدم الابيليتي الثالثه وتجمعهم وتحذف الجليف بسهوله جدا. دي طريقه اللعب بالوزب بتاعت الستيل باس. في نقطتين مهمين جدا لازم تاخدهم في عين الاعتبار. واحد، ان انت طول ما انت واقف تتنطط وتحذف بجليف، يعني الحركه دي لو تلاحظوا انا ما بتضربش طول ما انا في الجو. طول ما انا في الجو عليا بفه، بص لما نط في لون بنفسجي بيكون عليا، اللون البنفسجي ده طول ما هو عليا الوحوش مش شايفاني، اول ما يختفي كده الوحوش شايفاني. اوكي فاحنا ناخد بالنا من الموضوع كويس جدا واحنا بنلعب ستيل باس، لان لو اللون البنفسجي ده مش علينا احنا متنا خلاص. فالويز بتلعب بيها ازاي؟ تفضل تنط وتحذف الجليف او تنط وتضرب بالكوفازار. طيب بالنسبه للبلدات الكوفازار وبالنسبه للجليف انا هوضحها بشكل سريع. دي بلد الكوفازار، مش لازم ريفن، على فكره ريفن مش اقوى حاجه. وبالنسبه للجليف برضو نفس الكلام، هو طبعا الليفن هو فارق جدا، بس انت ممكن تشيله وتحط مكانه اي حاجه جدا ثانيه، لان الجليف اوريدي سلاح قوي جدا. اوكي ده بالنسبه لشخصيه الويزن ازاي تلعب بيها ستيل باس وازاي تكون سبورت بيها. في نقطه حابب اوضحها لكم في النهايه بالنسبه لمدرسه الانسان، ده بيعتمد عليك انت. انت عندك مشكله في الانرجي، بالنسبه مثلا اركين انرجايز عندك مش ماكس ممكن تاخد الزينريك، انت عندك مشاكل في الانرجي. طب لو ما عندكش مشاكل ممكن تلعب بالنرمون، النرمون بيساوي قوه الميلي. طب انت اجليف مثلا سلاح ما بيجمعش كومبو فمش هتستفاد بيه، ممكن تجرب مثلا الاونايرو. بتعتمد عليك انت شخصيا، انت شوف عايز تلعب بايه والعب بيه. بالنسبه لمدرسه الانسان لا يوجد اي شيء مخصص للوزن. نخرج من شخصيه الوزن ونروح لشخصيه ثانيه.
بالنسبه لتاني فريم معانا النهارده وهو شخصيه الووكونج. الووكونج برايم تحديدا، الووكونج برايم من اقوى الشخصيات اللي موجوده في اللعبه، وفي ناس كتير جدا بتستخدمه اوريدي، بس الناس ما تعرفش ان انت ممكن تحط له حاجه بالهيلمنس تخليه رائع. ووكونج ممكن تستخدمه في الميشنز اللي هي بتاعه ريليكس اللي بتاعت ابولو، ده اكتر استخدام مفيد ليه، ان انت تفرم اللي كانت اكسي عن طريق الميشن بتاعت ابولو من الووكونج. ولكن هل ده معناه ان انت بتقدرش تخش ستيل باس بوكونج؟ لا اكيد طبعا تقدر، خصوصا لان الباسيف بتاعته بتخليك ان انت تموت مرة تفضل عايش بيديلك باف، تموت المرة التانية برضو بتفضل عايش، والمرة الاخيرة فيها يعني انت ليك ثلاث فرص تفضل عايش فيه بعد كده بتموت. اوكي ده بالنسبة للوكونج باسيف. هنتكلم بقى في البيلد اكتر دلوقتي. بالنسبه للوكونج اللي عندي انا مش حاطط له فرم نهائيا، وكمان ده فاضي فيه 7 اماكن. بالنسبه للبيلد اللي قدامكم دي هي البيلد اللي انا بستخدمها للستيف باس، وبستخدمها لابولو الميشن بتاعت الاكسي. الميشن بتاعت الاكسي لو طولت الفرم فيها ريليكات اوريدي الكل توصل لغايه 800 واعلى من كده كمان. المهم البيلد سهله جدا، ان انا بعتمد على الميلي بتاعي طبعا اول شيء ستيل تشارج. اذا انت ما بتحبش الميلي انت ممكن تستخدم اي اورا ثانيه. مش برضو معنى ان انا حاطط ستيل شارج ان انت لازم تستخدم الميلي بتاعك، انت ممكن تستخدم الكوفازار او الكاتابوليست كابستول او الكوفن. اوكي بالنسبه للديوريشن انا وصلته لغايه 282% بسبب الهيلمنس اللي انا حاطه هو الاكليبس. الاكليبس واضح عليها ان انت بتزود 231% دامج انكريز، وفي نفس الوقت لو انت واقف في ضلمه بيديك 75% دامج ريدكشن، ودي اللي بستخدمها في الستيل باس. ال 75% دامج ريدكشن لو في حته ضلمه وامسك الميلي وافضل اضرب من غير وش بتضرب فيا وانا مش بتاثر بالقوه اللي هي. اوكي هنجرب دلوقتي قدام عينيكم ونوريكم. بالنسبه للسلاح الاساسي انت ممكن تستخدم كوفازار او الكاتابوليست، ويفضل الميلي يكون ستوفا او السلاح الثاني اللي هو اسمه الفازاتور ايا كان السبيلنج مش عارف انطقه الصراحه. لو انت معكش الستوفا ممكن تستخدم السلاح. اوكي طبعا بالنسبه لبيلد العصايه برضه ساعات بستخدمها بحيث ان هي بتحميني، لان انا بضرب على الارض ممكن تعمل بيخش عني. اوريدي البيلد صفر فورمه برضه مش بيلد قويه، بس اوريدي زي كلاود كنترول اللي هي بتضرب ال 42000 كهيفي دامج. اوكي طريقه اللعب بالووكونج هتبقى كالتالي. طبعا يفضل ان هو بالزينوريك، ان انت بتحتاج انرجي كتير. بعد استخدام الزينوريك يفضل ان احنا نحط الماجوس لوك داون في الانسان بحيث ان هو يوقفنا الوحوش، لان احنا عايزين نجمع الوحوش في منطقه واحده، خصوصا لو احنا بنلعب ووكونج محتاجين ان احنا نجيب الوحوش في منطقه واحده، لان الاستروفه هي اللي هتعمل الدمج او الكوفازار، ان احنا لو ضربنا الوحوش مش هنقدر ان احنا نضرب كميه كبيره في نفس الوقت. لو انت بتلعب سيرفايفل الموضوع مش هينفع معاك، عشان كده يفضل ان انت تستخدم الماجوس لوك داون على الانسان عشان تقدر توصل للدمج ده. نستخدم الابيليتي رقم 3 اللي احنا حاطينها الهيلمنز ونضرب، نطلع بالانسان نوقفهم ونضرب. اظن انتم ملاحظين الارقام عاليه ازاي، ده طبعا بسبب ان انا مستخدم الابيليتي رقم 3 بتاعت الهيلمنز. طيب لو احنا حابين ممكن نستخدم الابيليتي الثانيه عشان نهلس، طبعا الديوريشن بتاعها طويل جدا. ممكن نضرب بالميلي، انا طبعا بفضل الميلي يعني طريقه لعبي دايما بالميلي. ملخص طريقه اللعب بالووكونج هتبقى كالتالي، هنخرج بالانسان هنعمل داش، الداش دي اولا بتديني انرجي، ثانيا لو في قصه قريبه ما بين الدايره بتاعتنا اللي هي دي ننزل قصه بسرعه، اولا هتعمل عليهم سلوك زي دي كده اهو، السلوك دي هتثبتهم في مكانهم. اوكي نقتل الوحوش، هتثبت لنا الوحوش في مكانها، بعد كده نقلب على الووكونج ونضرب فيهم هم متثبتين. تمام هل لازم نضرب بالاستروفه؟ لا مش لازم، بس ممكن تضرب بالكوفازار. اوكي طب اشمعنى انا بحب الاستروفه؟ عشان زي ما انتم شفتوا تضرب ب 3 مليون و 4 مليون، ارقام عاديه جدا بدون اي باف ومدون اي شيء. معلومه ليكم ان الابيليتي بتاعت الكاليبس بتستخدم الابيليتي بتقوي البرايمري والبيستول ما بتقويش الميلي، يعني دي قوه الاستروفه دي بيلد الاستروفه، عشان كده تضرب بالارقام العاليه دي بدون ايكاليبس. لو حط عليها باف ممكن توصل لارقام اكتر من كده بكتير. اوكي ده بالنسبه لكم، مجرد ما هيلسك ما ينزل زي ما حصل معايا هندوس رقم 2 وتفضل طاير لغايه ما هيلسك ما يزداد وتنزل تاني، ومعاك ديوريشن كتير جدا
في الابيليتي بتاعت رقم 2، غير ان الابيليتي رقم 3 عندك بتقعد 60 ثانية او 68، اكتر من 68 ثانية. فدي البيلد بتاعت اللوهونج اللي انا شخصيا بستخدمها. رقم 2 عشان لو قربت اموت هيلثي قليل، رقم 1 عشان يفضل يضرب معايا وهو ماسك الكوفازار فاوريدي بيضرب بدامج عالي، والرقم 3 بتتابلاي على الكوفازار فممكن تضرب بالكوفازار ارقام بريد كريت زي ما بتقول. دي طريقه اللعب بلوكم. هنروح على الفريم اللي بعده دلوقتي، وهنروح لتالت وور فريم معانا النهارده وهو البانشي برايم. البانشي برايم من اقوى الوور فريمز موجودة في اللعبة، ولكن المشكلة ان مفيش حد بيلعب معاها كتير، الناس ما تعرفش انت بتخش بيها ستيل بس لفترات طويلة جدا جدا جدا. تمام، بالنسبة للبيلد بتاعتها فيها مشكلة بسيطة بس، ان الشخصية نفسها مش ماستر رانك 30 مش ماكس، ولكن ده مش معناه ان هي مش قوية، بالعكس لا، البيلد كاملة وكل شيء كامل، فهوريكم ازاي بيتلعب بيها حالا. وحابب اوضح لكم معلومة بالنسبة للووكونج. الووكونج اللي فات كان ناقص واحد فورمه، غالبا هي نفس اللي انا حطيتها على البنشي، لانه لازم تحط نفس المود ده اللي هو البرايم تشور، بحيث ان الووكونج لو الوحوش اللي بتبعده تيجي تبعده ما يتبعدش، يفضل واقف في مكانه. ده بالنسبه للووكونج. فبص على البيلد اللي فاتت وحطه فورمه وحطه البرايم تشور بوتت، مش لازم تحطها، هي شيء مجرد يعني بحيث ان انت ما تتبعدش او تقع على الارض، ممكن تحط مكان البرايم تشور بوتت مود تاني يمنعك من الوقوع، ليس اكثر. دي بالنسبه لبيلد البانشي. هتستخدم الاركين سترايكر بحيث ان تضرب بالميلي، هتعتمد على الميلي، مش حابب ميلي ممكن تشيل السترايكر وتحط مكانه اي مود تاني، ممكن تحط مثلا اكسلريشن بحيث ان هو يزود الفاير ريب بتاع البرايمري لو انت بتحب تلعب بالبرايمري. اوكي، بس انا نفسي زي ما وضحت لكم انا بحب الميلي. اشمعنى احنا المره دي نستخدم ميلي مختلف مع البانشي وهو الكرونين برايم؟ بالنسبه لبيلد البانشي مفيش اي شيء مميز فيها، احنا هنحط هيلمنت وحيد وهو الريزينيتور بحيث ان هي تخلي الوحوش تبعد عننا او تتلهي عنك وما يضربوش فيه. طبعا مع السلاينز اوريدي الاثنين مع بعضهم هيعملوا شغل، فمش هيخلوا الوحوش يضربوا فينا. طبعا هم الديوريشن بتاعهم قليل والباص بتاعهم مش احسن حاجه لان الشخصيه لسه ما طلعتش ماكس، ولكن ده مش معناه ان انا هوريكم التجربه، انا هوريكم التجربه وهتطلع رائعه واحنا لسه ما طلعناش الشخصيه ماكس. طريقه اللعب هوضحها لكم دلوقتي حالا. يفضل ان انت طبعا ممكن تستخدم بيستول عادي جدا، ولكن انا بالنسبه لي هم احسن شخصيتين بستخدمهم السيلو عشان ابلاي الستاتس والكرونين عشان اضرب بيه، ودي بالنسبه لبيلد الكرونين. هنا هوت يفضل بيلد الانسان تكون على النارامون بحيث ان احنا يكون عندنا اكس 11 واحنا بنضرب في الوحوش. لو انت تقعد ستيل بس فترات طويله فالبيلد دي هتنفع بالنسبه لشخصيه البانشي. طريقه اللعب هتبقى كالتالي. بالنسبه للجروين باور حابب اوضح لك شيء، انا بستخدم السيدو عشان الجروين باور بيديني 25% زياده ستريس. اوكي، تجربه اللي هم الاكزيموس دول ممكن يبعد، مش هيبعدونا طبعا بسبب ان احنا عندنا البرايم تشور فوتيت. هنروح للوحوش هندوس رقم 4 عشان يسيبونا ويجروا وراها. لو تلاحظوا بيجروا وراها، نستخدمها تاني عشان الديوريشن بتاعنا قليل، مع 3 مع 2 يعني 4 3 2 ونابلاي الستاتس ونبتدي نضرب بالكرون. 4 3 2 ستاتس كرون. الموضوع اسهل ما يمكن. نوريكم تاني على وحوش اكتر. هنا نزلت وحوش قليله لسبب واحد واحد بس، ان الباف بتاعي بيخلص بسرعه لان الشخصيه لسه ما طلعتش ماكس. لما تطلع ماكس طبعا الباف هيكون اسرع من كده بكتير. 4 بعد كده 3 2 نابلاي ستاتس، بعد كده نضرب بالكرون. الموضوع اسهل ما يمكن. دي كانت طريقه شرح البانشي. البانشي سهله جدا، انت بس بتابلاي او بتكاست الابيليتيز بتاعتك بطريقه احترافيه. رقم 4 اللي هي الريزونيتور عشان تخلي الوحوش تبعد عنك، رقم 3 عشان تديلهم ستان ملاحظات بسيطه، ورقم 2 عشان تعرف نقطه ضعفهم وتضربهم، تديلهم ستاتس تاخد الباف وتضرب بالميلي. دي طريقه اللعب بالبانشي. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الحلو والشير، يا ريت الفيديو ده يوصل لاكتر الناس. انا بطبيعتي انا ما بعملش فيديوهات شرح، بس انا حبيت ان انا اوضح ده لاصحابي القريبين مني اللي في السيرفر عندي، طلبوا مني الطلب ده بحيث ان انا اوضح لهم، فحبيت ان انا اعمل لهم فيديو ولكل الناس بالمره ان هي تستفيد.
فياريت تعمل لايك وتشير على قد ما تقدر بحيث ان انت تفيد صحابك كلهم معاك. تمام، الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون 3 وور فريم تانيين، ولكن لما نشوف رد فعل الفيديو سوري رد فعل الشباب على الفيديو ده. كان معاكم شباب من قناة سايركس ليون، مع السلامة شباب.